أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي وزير الثقافة الأردني الأسبق الأستاذ الدكتور صلاح جرار. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. ثلاثة أحرف طابور قتلى وموت لم يكن كالموت سهلا، وغزة تحضن الأنقاض قهرا وتحضن أذرع الأنقاض طفلا، فلا الأكفان تفصح عن بياض ولا الآيات بعد الموت تتلى، وغزة ترتدي الأحلام ليلا وتلبس في النهار ثياب ثكلى، تساق لذبحها اليومي لما تولاها الردى فيمن تولى، تغاث بموتها وقد استغاثت بمن دفقوا عليها الماء مهلا، يراودها السلام وحين همت إليه كانت الخطوات خجلا، أصابتها عيون من عدو حقود بالعمى يا رب تبلى، يسوع بطهرها القدسي أوحى ونور المصطفى فيها تجلى، دم الشهداء منتفض ينادي شبعنا يا صلاح الدين ذلا، فما عاد النسيم يزور فجرا ولا عاد الصباح يفوح طلا، وغزة ما لها في الكون ثان عروس في الدماء تميس دلا، بحناء وفي دمها استحمت لتلقى في خضم العرس ويلا، ومنذ النقبة السوداء ظلت كوابيس الحروب تمر عجلا، فلسطيني ثار وكان أعتى سلاح عنده قوسا ونبلا، رهان صموده الأزلي ظلم تجرعه على مضض وظل، وقد شابت مطالبه وشابت شعارات الجدود نريد حلا، وغزة شامة في جيد أرض وكم طاغ مدى التاريخ ولا، وللأعداء في فمها نداء أعيد الأرض ثانية وإلا. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا الكاتبة فداء الزمر، كاتبة متخصصة في مجال أدب الطفل. هذا كتابي حكاية مقدسية، أحببت أن أضعه بين أيدي الأطفال لأنني وجدت أن العديد من الأطفال يجهلون بمعالم، ليس فقط الأطفال وإنما أيضا الكبار، نحن نجهل الكثير عن المسجد الأقصى الذي لابد أن يعني يشغل حيز أكثر من تفكيرنا وأكثر واهتمام أكثر. فمن خلال هذه القصة أتجول داخل المسجد الأقصى من خلال طفلة وجدة تزور المسجد الأقصى، وأسلط الضوء على معالم المسجد الأقصى ومساحته. للأسف هناك العديد من الكبار والعديد من الناس يجهلون ما هو الأقصى. الأقصى من خلال قصتي يقع على 144 دنم ويحوي 200 معلم، ليس هو المصلى كما يعتقد، المصلى ذو القبة الرصاصية، وليس هو فقط المصلى ذو القبة الذهبية، وإنما هذه مصليات هي معلمين من 200 معلم، تخيلوا. فالمسجد الأقصى عبارة عن بناء كبير
يقال أنه بناه سيدنا آدم عليه السلام، وتم إعادة طبعاً تم هدمه وإعادة بنائه من أكثر من نبي. وكما نعلم الأقصى عقيدة، فالأقصى في القرآن، فالقضية الأقصى ليست هي قضية شعب فلسطيني، والمسجد الأقصى ليس فقط للفلسطينيين وإنما لكل العالم، من مسلمين ومن مسيحيين ومن أحرار العالم. هذا المسجد الأقصى طبعا يتعرض للتهويد، محاولة هدمه وبناء الهيكل المزعوم الذي طبعا عبارة عن كذبة وأسطورة. كلنا يعلم أن العدو الصهيوني بنى كل يعني تاريخه، ليس له تاريخ وإنما بنى تاريخه من خلال الأساطير والخزعبلات، وللأسف صدق هذه الأساطير، ويريدنا نحن أن نصدق هذا الكلام. فقضية الأقصى هي قضية كل المسلمين، وقبل أن طبعا ليس فقط ندافع عنه، علينا أن نقوم بمعرفة، ويعني هذا جزء من مقاومتنا لهذا العدو، أن نتعرف على أهم معالمه وأهميته التاريخية والدينية، ونزرع حبه في قلوب أطفالنا وفي قلوب وعقول هذا الجيل الذي نتمنى أن يكون إن شاء الله جيل التحرير. وأتمنى لكم قراءة ممتعة. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه بعض الخطاطين، وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم. سيدات سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل الحب والخير. نلتقي مجددا على أمل النصر وعلى أمل الارتقاء والعزة في ظل ما يشهده العالم من تغيير محاور الوعي والمعرفة. حتى لا أطيل في هذه السلسلة من اللقاءات، سوف أتناول بحث فن وفلسفة اللوحة والخط، لأن الجانب الآخر اللي هي قضية المقاسات والحروف أعتقد أنها تم طرحها بشكل موسع في وسائل التواصل الاجتماعي، لن أتطرق إلى هذه الناحية. ولنبدأ مباشرة في مقولة رائعة أحبها كثيرا لمحمود درويش، يقول: هي أم البدايات وهي أم النهايات. وطبعا الفقرة بالرغم من قصرها إلا أن لها الكثير من الصدى والأبعاد. وحتى نكسب الوقت سوف أبدأ في الكتابة، وأثناء الكتابة سوف أقوم بشرح بعض الخفايا الفنية التي قد تفيد المتلقي. أحاول أن أجسد المبنى والمعنى في النص، وتأكيد بعض المفاهيم التي تخدم النص بشكل
فني ووظيفي بنفس الوقت، لأنه إحنا يعني متفقين على إنه الخط العربي هو الصورة المرئية من اللغة. كل لغات العالم لديها إذا يعني السادة المشاهدين، أنا قصدت هنا هي أم البدايات، التاء تبعت البدايات نزلت عن السطر، لأنه أنا إذا وضعت سطر الكتاب الأفقي حتى لا نشتت السادة المشاهدين، هذا هو المحور الأفقي الذي ارتكزت عليه في كتابتي، وبالتالي تاء البدايات يفترض أن عمرها 13.8 مليار سنة، اللي هي نقطة الانفجار العظيم أو نقطة التكوين، فيجب أن تكون أسفل السطر، لأنها بالنسبة للمتلقي أو المتعامل مع هذه الجملة هي ماض سحيق، وأما النهايات فهي المستقبل وهي القادم. فلهذا السبب جاءت التاء والتاء هنا. الإيقاع الموسيقي في النص ساعدني، التاء الأولى تبعت البدايات أجت أو جاءت تحت السطر لتؤكد العمق التاريخي للجذر هذه طبعا نحن نتكلم عن فلسطين، نتكلم عن الأرض التي كلنا نفتخر بها. وأشكركم جميعا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة وفي تدريب وتمرين آخر. كل التقدير والمحبة والاحترام. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي وزير الثقافة الأردني الأسبق الأستاذ الدكتور صلاح جرار، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح جرار، ضيفا على فضاءات الرافدين، حفظك الله تعالى، وشكرا لكم على هذه الاستضافة، والتحية لقناة الرافدين ولكم شخصيا على هذه الرسالة الثقافية التي تنهضون بها. هذه الشهادة اللي عنتزوا بها دكتور، حياك الله، يسلمك. فرصة سعيدة. بداية دكتور، نبدأ الحديث في يعني ديوان طوفان الأقصى، يعني أنتم اشتغلتم على إصدار ديوان مشترك للشعراء العرب حمل عنوان طوفان الأقصى، ومعروف وارتبط بعملية طوفان الأقصى التي قادتها المقاومة الفلسطينية في 27 الأول. يعني هذا الديوان جاء لدعم الجهد المسلح للمقاومة الفلسطينية، يعني وأقمتم حفل توزيعي في المكتبة الوطنية الأردنية قبل أيام. حجم الديوان الذي بلغ أكثر من 400 صفحة يوضح الجهود المضنية التي بذلتموها في إعدادي. بودي أن يعني نقف على بدايات الفكرة، كيف انبثقت الفكرة، يعني كيف الاشتغال على هذا الديوان. بودي أن نكون معكم في هذا الجهد الكبير. شكرا جزيلا أخي محمد. حقيقة الشعر له دور كبير دائما في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة. الأمة عندما تتعرض لتحديات كثيرة وخطيرة تنهض بها جهات كثيرة في مواجهة هذه التحديات. المثقف له دور كبير، وكجزء من الثقافة والدور الثقافي ينهض الشعر. وأنت تعلم أن الشعراء قديما كانوا يرافقون الغزوات والحملات، وكانوا يدخلون في المعارك وينشدون الأبطال وينشدون قصائدهم في خضم المعارك،
والمتنبي وقصائده في سيف الدولة الحمداني معروفة. نعم. عندما كان يرافقه في الحملات، وليس فقط المتنبي، قبل ذلك حسان ابن ثابت في الغزوات المختلفة. نعم. الشعر دوره يقوم على الحث، حث الأبطال، تمجيد البطولة، الإعلاء من مكانة الإنجازات، مؤازرة المقاتلين، العمل على رفع الروح المعنوية لديهم، الحيلولة دون انخفاض. نعم. الروح المعنوية، الدعوة إلى الوحدة، الدعوة إلى الالتحام، رسائل كثيرة يستطيع أن ينهض بها الشعر. وهناك أدلة كثيرة وشواهد كثيرة على أن الشعراء وبعض القصائد كان لها تأثير كبير في انتصارات، وكان لها دور كبير في تحقيق إنجازات. فنحن وجدنا أنفسنا أمام إنجاز عظيم في معركة ديوان، في معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة العظيمة التي فاجأتنا جميعا، لم نكن نتوقعها، وإن كنا ندرك أن الأمة قادرة على إنجاز مثلها، لكن أنجزت هذه أنجز هذا النصر، ففوجئنا به. كان لابد لنا أن نعبر عن فرحتنا، أن نعبر عن تقديرنا لمن قاموا بها، عن تقديرنا لمن أعادوا الثقة بأنفسنا وبقدرتنا. بدأ التواصل حقيقة بيني وبين أخي الشاعر الأردني الكبير الأستاذ سعيد يعقوب، وقد كنا أصدرنا معا قبل ذلك ديوان رباعيات جنين عندما اقتحم الإسرائيليون مخيم جنين في شهر تموز وأفسدوا ما أفسدوا في المخيم. عندها صنعنا ديوانا شارك به 125 شاعرا عربيا، فوجدنا في عملية طوفان الأقصى إمكانية أن يشارك الشعراء العرب أيضا في تمجيد هذه العملية من خلال قصائدهم. جميل دكتور، يعني أنا طلعت على هذا الديوان أنه هناك 230 شاعرا وشاعرة، عدد كبير حقيقة. وأنا أيضا يعني أظن هناك عدد أكبر، بس صارت عملية لا شك في ذلك تدقيق، وأنه الرقم الأخير كان 230 شاعرا وشاعرة. كيف استطعتم أن تتواصلوا مع هذا العدد الكبير، لا سيما أن نسبة كبيرة منهم من الوطن العربي، بلدان الوطن العربي المترامي أطرافه، كيف استطعتم التواصل مع هذا العدد الكبير؟ الواقع تجربتنا في ديوان رباعيات جنين فتحت أمامنا الطريق، أو أضاءت لنا الطريق. نحن على علاقة مع كثير من هؤلاء الشعراء في الوطن العربي، يعني تواصلنا مع أشهرهم في كل بلد من هذه البلدان، وتواصلنا مع من يعرف هؤلاء الشعراء، فانتشر الخبر سريعا، والحقيقة تدفقت القصائد علينا خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى بشكل كبير. فوجدنا نفسنا أمام يعني طوفان من القصائد، فاضطررنا إلى أن نأخذ في تمحيص هذه القصائد واختيار الأفضل منها. ولو أننا بالفعل فتحنا المجال أو فتحنا الباب لمشاركات أكثر ولمدة أطول، لربما كان العدد أكبر. يعني جميل دكتور، خلال وقت قياسي مع بدء المعركة وجمع هذا الديوان ويصدر الديوان ويعمل له حفل توزيع، يعني جهود كبيرة حقيقة. ويعني سؤال الآن، أنه أكيد وصلكم كم كبير من القصائد، مؤكد أكثر من 230 شاعرا. هل كيف استطعتم أن تخضعوا هذا العدد أو الكم الكبير من القصائد للتدقيق والتمحيص خلال هذا الوقت القصير؟ الواقع كانت لنا شروط أو مواصفات، لا نسميها شروط، بعض المواصفات للقصائد التي نريد أن نثبتها في هذا الديوان. منها عدد الأبيات ألا يقل عن 15 بيتا وألا يزيد على 30 بيتا، هذا شرط أول. الشرط الثاني أن تكون سليمة من الناحية اللغوية، سليمة من ناحية العروض. قد لا يعرف بعض من يكتبون، لا يعرف أن القصيدة سليمة من ناحية اللغة أو الوزن.
كنا القصيدة التي تخالف هذه الشروط كنا نعتذر بعد التدقيق. طبعا طبعا بالتأكيد. لكن بعض القصائد يعني إذا كانت القصيدة جيدة وتصلح أن تضمن في هذا الديوان وفيها خلل بسيط يمكن تداركه كنا نتدارك هذا الخطأ من خلال إصلاحه. من خلال إصلاحه وكنا وتخبرون الشاعر ونستأذن من 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 صاحب القصيدة نخبره أن هذا البيت يوجد فيه خطأ وأننا مضطرون إلى ترميمه أو إصلاحه. فطبعا يرحبون بذلك، هذا أمر طبيعي. هذا جهد استغرق منا جهدا كبيرا، كنا نسهر ساعات طويلة نقرأ كل قصيدة بيتا بيتا ونصحح حتى الضبط اللغوي لبعض للأبيات، وهذه مسألة مهمة. يعني بعض القصائد كانت تأتينا غير مضبوطة وكنا نضبطها في المطبعة وندقق كل هذا مرة ومرتين وثلاثا، وكلما كنا نعثر على أخطاء كنا نذهب مرة أخرى إلى المطبعة، فاستغرق ذلك منا جهدا. لكن هذا جهد في سبيل قضية مقدسة. يعني على العكس، القضية نفسها كانت تدفعنا إلى أن نضاعف من جهدنا في نبارك سبيل لكم هذا الجهد دكتور، وحقيقة تشكرون عليه. فقط حضرتك والشاعر سعيد يعقوب يعني كنتم تعملون على تدقيق قصائد؟ هناك أعضاء؟ كنا نستعين آخر. أحيانا بشعراء آخرين من أصدقائنا، الشاعر الكبير حيدر محمود كنا على تواصل دائم معه، فكان أيضا كنا نأخذ بنصائحه بسبب خبرته وبسبب تجربته الطويلة. طبعا شاعر قدير ونار على علم، وأيضا يعني نغتنم هذه الفرصة أن نقدم له التحية والسلام. والحقيقة أنه يعني استأذناه أن نجعل قصيدته لاحظتنا في بداية الديوان، في بداية الديوان وقبل الدخول في ترقيم القصائد. يعني هي لم تدخل في خارج الترقيم، خارج الترقيم. أتمنى أن لا يكون هو خارج الترقيم أيضا. لا، هو في القلب دائما. دكتور، لو صنفنا هذا الديوان وفق تصنيف الأدب المقاوم، إلى أي مدى يمكن لهذا العمل أن يساهم في رفع المعنويات، معنويات المقاتلين، وتعزيز الجهد المسلح؟ هناك نقطة مهمة في هذا الديوان. نعم. بما أن المشاركين فيه من جميع الدول العربية، فهو قطعا سيصل إلى جميع الدول العربية، وحتما كل شاعر سيحاول أن يوصل هذا الديوان أو فكرة هذا الديوان أو مضمون هذا الديوان إلى شعراء بلده وإلى أهل بلده. فالفكرة منتشرة في كل الوطن العربي. هذا الذي يهمنا. وبما أن النبض واحد في كل هذه القصائد، هذا فعلا يحث أو يشجع على أن يستمر هذا النبض، بل يرتفع مستواه في قلوب العرب. أهم شيء، إحنا أكثر شيء يهمنا أن تتوحد الأمة، إزاء قضاياها المركزية وقضاياها الرئيسية. هذا الديوان يساعد على مثل ذلك. ثم أي إنسان يعني يرغب في أن يسهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية، في الدفاع عن فلسطين، هذه الأشعار تثير حماسته وتثير حميته، وبالفعل ويسهم من خلال الوسائل التي يعرفها، المقاتل من خلال سلاحه، والشاعر من خلال كلمته، والكاتب من خلال نصه، والخطيب في المسجد من خلال خطبته، وهكذا. فأعتقد أن لهذا الديوان أثرا غير قليل في جميل دكتور، في نشر هذه القيم. هذا الجهد حقيقة وحدتم جهود الأمة الثقافية والأدبية في هذا الاتجاه، وهذا يحسب لكم حقيقة. لفت انتباهي دكتور أنكم ذكرتم في مستهل كل قصيدة بحر الشعر الذي نظمت عليه. عامة الناس ربما لا يعنيهم هذا الأمر بقدر ما يعنيهم موقف الشاعر وجودة الشعر، عذوبة الشعر. يعني بدي أن أقف، ما الهدف من يعني ذكر بحر الشعر للقصيدة؟ نحن نعتقد على الأقل كأناس دارسين للأدب العربي وللنقد وللشعر، أن هناك علاقة
بين موضوع القصيدة وبين إيقاعها. فأحببنا أن نظهر للناس أن القصيدة نفسها أو مضمونها يتطلب إيقاعا معينا، فبالتالي لابد من تقدير هذا الإيقاع من خلال ذكره على الأقل. يعني عامة الناس حقيقة ليس لديها اطلاع على هذا الأمر، لكن المختصون لكن الشعراء الذين يصلهم الديوان والذين يقرؤون الشعر ويهتمون بالشعر لا شك أنهم يعرفون البحور ويعرفون أهميتها بالنسبة لهذه القصائد. وكأني بكم تدفعون باتجاه أنه ممكن أن يكون كتاب منهجي أو يكون يعني يعتمد في الدراسات نحن والبحوث. نتمنى ذلك. نحن نتمنى ذلك. على العكس يعني بعض هناك قصائد تستحق أن تدخل المناهج المدرسية والمناهج الجامعية أيضا. يعني ربما تراجعت مناهجنا وتراجعت لغتنا، هناك مشكلات في تدريس اللغة عندما فرغناها من المضمون الحقيقي. نحن بحاجة إلى أن تكون هذه المناهج غنية بالمضامين التي تتواءم أو تنسجم مع أحاسيسنا، مع همومنا، مع قضايانا، مع مشاغلنا. في هذه الحالة مثل هذه القصائد تسد مثل هذا الفراغ وتترك أثرا في التعليم اللغوي وثانيا في الانتماء. جميل دكتور. يعني حضرتك يعني وزير أسبق للثقافة، وحضرتك الآن أكاديمي وأستاذ جامعي، وحضورك حقيقة في المشهد الثقافي الأردني والعربي يعني حضور مهم جدا وحضور طاغي. يعني لماذا لا يصار إلى التنسيق مع المؤسسات التعليمية المعنية الرسمية، يعني أنه هذه القصائد قصائد جيدة، قصائد حظيت بتدقيق وتمحيص، وهي الآن يعني تمثل جهد مقاوم، لماذا لا تكون أو تأخذ منها نماذج عيون هذه القصائد أن تكون ضمن المناهج الدراسية؟ أنا حقيقة طلعت على بعض المناهج العربية بحكم أحيانا يعني أدرس أولادي أو أدرس بعض يعني أعطيهم بعض المعلومات عن اللغة، وأحب أن أطلع على المناهج الدراسية بحكم أنه هذه رسالة يجب أن نحملها. هناك قصائد فيها أخطاء كثيرة منشورة في المناهج الدراسية، ولكن مضطر هذا الطالب أنه يحفظها ويقرأها وهي فيها أخطاء لغوية وفيها أخطاء وزنية أيضا. وللأسف يعني الشعراء بعضهم أسماءهم رنانة في المشهد العربي. فأنا أقول لماذا لا يصار بهذا الاتجاه، أنه حضرتك لك المكانة في المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأخرى، أنه يصار إلى أن تكون بعض هذه القصائد تأخذ في المناهج الدراسية؟ الواقع الخطوة الطبيعية الأولى أن نزود المكتبات والمكتبات المدارس ومكتبات الجامعات بنسخ من هذا الديوان. وقد بدأنا يعني قمنا بعمل إهداءات لمكتبات الجامعات ونتوجه إن شاء الله إلى المكتبات العامة الأخرى، مكتبة أمانة عمان، مكتبة شمان، مكتبات وزارة التربية. يعني هذه هي البداية، وطبعا يأتي بعد ذلك مرحلة التواصل غير الرسمي الآن بصير. جميل. معذرة دكتور، سنكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. فاصل قصير ثم نعود فوق معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي وزير الثقافة الأردني الأسبق الأستاذ الدكتور صلاح جرار، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أعود إليك دكتور. كنا نتحدث عن التنسيق مع المؤسسات الرسمية التعليمية بأنه تعتمد بعض القصائد، وحضرتك قلت أنه زودنا بعض الجامعات المكتبات بهذا الأمر، وهناك خطوة أخرى تعقب هذه الخطوة في موضوع التنسيق لاعتماد القصائد. يعني كيف كان استقبال بداية نسقته مع الجامعات؟ مع الجامعات لا، احنا ارسلنا اهداءات للمكتبات الجامعية. تعلم ان يعني الديوان صدر حديثا
وديوان حتى ديوان رباعيات جنين يعني ما زال حديثا يعني نعم. ما زال طازج وفيه حرارته ما زالت نعم. إلى الآن، لكن هذا يتطلب جهد في التواصل وجهد في التنسيق مع المؤسسات كلها نعم. سواء المؤسسات الثقافية أو المؤسسات التربوية أو المؤسسات الجامعية. نحن بإذن الله سنستمر في ذلك، وربما من الأشياء التي تفيدنا نعم. يعني ما يكتب عن هذا الديوان في الصحف نعم. وفي وسائل الإعلام. هل هناك تناول النقاد الكتابة؟ هناك نشاط إعلامي جيد نعم. في هذا المجال، نشرت في الصحف مقالات كثيرة وفي الإذاعة الأردنية وفي التلفزيونات أيضا في الفضائيات. جميل جميل، واحنا نحاول ان نعطي مساحه حقيقه في برنامج فضاءات لهذا الكتاب وهذا الجهد، جهد الادبي اللي هو جهد مقاوم، جهد نعم مقاوم لا شك. لاحظت دكتور ان جميع القصائد التي نشرت في هذا الديوان وضمها الديوان هي على النمط العمودي نعم. هل فقط يعني تراسلتم مع من يكتب العمود فقط، ام القصائد التفعيله او النصوص النثريه استبعدتموها في هذا الديوان؟ كان من شروط المشاركة في هذا الديوان أن تكون القصيدة على النمط العمودي نعم. ليس انتقاصا من قصيدة التفعيلة ولا انتقاصا حتى من قصيدة النثر نعم. إنما القضية هنا قضية المقاومة نعم، قضية كلها إيقاع، يعني صوت القذائف إيقاع، صوت الرصاص إيقاع، صوت المذيع الذي يتلو التصريح العسكري فيه إيقاع. نحن بحاجة إلى إيقاع كي ينسجم مع إيقاع المعركة وإيقاع المواجهة. ثم القضية التي نتحدث عنها قضية فيها أصالة عميقة، الأصالة العميقة تحتاج أن يعبر عنها نعم. بأسلوب أيضا يتسم بالأصالة. إذن هناك قصدية في هذا العمود. هناك قصدية. جميل. الذائقة العربية دكتور، أنت تعرف حضرتك أنت المدرسة ونتعلم منك طبعا. أنه يعني تميل دائما إلى هذا الإيقاع نعم. إيقاع القصيدة صحيح. القصيدة العمودية، يعني طبعا ليس بالضرورة أن تكون القصيدة لأنها عمودية قصيدة مميزة على ليس لكن بالضرورة صحيح. لكن هذا الإرث العربي. نعم. أنه اعتادت الذائقة العربية على أن تسمع هذا الإيقاع العمودي، القصيدة الموزونة المقفات، فيعني جميل أنكم اتجهتم بهذا الاتجاه، يعني أن تكون كل القصائد في هذا الديوان تتناسب مع الفطرة للذائقة العربية. نعم. هل واجهتم اعتراضات مثلا من بعض الشعراء الذين يكتبون التفعيلة أو لا شك؟ نعم. لا شك، يعني بعض الشعراء سألونا لماذا اخترتم، يعني مثل سؤال نعم. حضرتك نعم. لماذا اخترتم القصيدة العمودية نعم. بالإضافة إلى ما ذكرت نعم. نحن دعوتنا وحدوية وحدوية، نريد يعني نريد الأمة أن تكون واحدة نعم. مشاعرها واحدة، أيضا نريد القصائد أن تكون موحدة في شكلها، في لكي تواجه قضية مركزية أيضا توحدنا جميعا نعم. وإحنا أمام قضية واحدة أساسية، ففكرة التوحيد بمعنى الوحدة هنا هي التي كانت تقف وراء هذا الاختيار. جميل جميل دكتور، بوركتم طبعا مع تقديرنا ومع حبنا نعم. لكل الشعر المقاوم نعم. بأنماطه المختلفة. يعني هناك من ربما يعني ينبري لكم بانتقاد، يقول لك مثلا محمود درويش كان يكتب القصيدة التفعيلة طبعا. القصيدة المقاومة محمود درويش، سميح القاسم، معين بشيسو، نزار قباني كتب أيضا في هذا المجال القصائد المقاومة، لكن بدر شاكر السيارة لكن نعم. أنا أقصد لا أقصد تفعيلة، أقصد التفعيلة نعم. التي تناول قضايا نعم. قضايا نعم. الأمة نعم. نعم. واضح أنه يعني تكاليف هذا الكتاب كما قلنا يعني بلغ أكثر من 400 صفحة، تكاليف نفقات مادية عالية، كيف تحملتم هذه النفقات؟ من تحمل نفقات الطباعة؟
يعني هذه هي جهود شخصية للمشرفين على الديوان. نعم. نحن لم نسعى إلا إلى أن نسهم. نعم. فيما نستطيع أن نسهم فيه طبعا بالكلمة. نعم. أهم شيء نسهم في هذا العمل الوطني الذي نعم. الذي يجري. يعني نحن لا نستطيع على الأقل في سننا وفي نعم. في هذا العمر إن شاء الله عمر طويل وشباب أن نحمل بنادق ونخرج إلى الشاعر يبقى فتيا. نستطيع أن نكتب وأن نحث من نعم. يستطيع أن يكتب. جميل. فيعني هذا أقل ما نستطيعه. الشاعر يبقى نابضا ويبقى فتيا. هل وصل الديوان إلى كل المشاركين في الوطن العربي؟ المشاركون في الوطن العربي أرسلنا لهم نسخ بي دي اف. نعم. لأنه من الصعب أن نعم. نرسل يعني بريديا نعم. بالبريد العادي، لكن الشعراء الموجودون في الأردن حصلوا على نسخ ورقية. يعني هل سمحتم لهم أن ممكن الذين أرسلتم لهم نسخ بي دي اف أن يطبعه في بلاده على حسابه مثلا، يطبع نسخة خاصة له؟ لم نبحث في هذا الموضوع. نعم. لكن يهمنا أن ينتشر الديوان. جميل. الخلفية السياسية، وهذا سؤال حقيقة مهم وشائك بس يهمني أنا حقيقة ويهم احنا كمؤسسات إعلامية تعمل على تعزيز فكر نعم. الأمة وتراثها وتدعم الجهد المقاوم النقي. الخلفية السياسية للشعراء المشاركين هل خضعت للتدقيق؟ فربما أن بعضهم يحمل رؤية ازدواجية تجاه المقاومة، لا سيما من يرى أن إيران والنظام السوري وميليشيات الحوثي وميليشيات حزب الله أنها محور مقاوم، يعني ويغفلون أن خناجرهم ما زالت تقطر دما من دماء أهلنا. هل خضعت الخلفية السياسية للشعراء إلى التدقيق؟ هناك شرط نعم. اشترطناه في القصائد المشاركة، ألا تتضمن القصيدة نعم. أي إساءة لأي بلد نعم. أو فئة أو طائفة أو أي بلد عربي نعم. أو أي اتجاه. وهذا شرط أساسي لسبب واحد، نحن نريد موقفا موحدا نعم. نحن نريد توحيد المواقف. هناك من يختلفون في الانتماءات السياسية ومن يختلفون في الرؤى، من يختلفون في أشياء كثيرة، لكن في هذا الديوان نريد أناسا موحدين نعم. نريد قصائد ذات هدف واحد نركز على الشيء الذي يجمع الأمة وليس على الذي يفرقها نعم. وهذا ما حرصنا عليه، واستبعدنا بعض القصائد نعم. التي شعرنا أن فيها ولو إيماءات أو نعم. إشارات قد تدعو إلى تفرقة أو تفكك أو تفكيك. يعني هناك مثلا من شعراء الآن من العراق ينظر إلى الاحتلال الأمريكي على أنه تحرير وهو موجود الآن في الساحة، يعني هل لو وجدنا مثل هذا في الديوان طبعا سنستبعده بكل لا هو لا يكتب عن لن يكتب عن الاحتلال الأمريكي نعم. في القصيدة التي تبعث لكم على نعم. أنه تحرير، لكن هو كان موقفه السابق مع الأحزاب ومع مع السلطة الحالية. نحن قيمنا نعم. القصيدة وليس الشعر نعم. كانت تهمنا القصيدة نعم. القصيدة ومضمونها وأبعادها وإضاءاتها نعم. وما يمكن أن تقدمه للقضية التي نتناولها وبالتالي لم نقيم القصائد بالنظر إلى الشاعر بل بالنظر إلى مضمون القصيدة وفنية القصيدة أيضا نعم. لأن الجانب الفني أساسي في تقييمها. جيد. من اللقطات الجميلة التي أسعدتني حقيقة في هذا الديوان فضلا عن جودة الشعر أنكم أرختم الديوان بالتقويم الهجري والعربي فقط، يعني قلتم 6 أو 6 من جمادى الأولى لعام 1445 هجري الموافق للعشرين من تشرين الثاني لعام 2023. أنا حقيقة أثني على هذه الخطوة التي تعزز الثقافة العربية والإسلامية. يعني نسمع أحيانا ينسى أنه إحنا الشهر الذي انطلقت فيه المقاومة بهذه العملية العظيمة
هو شهر تشرين الأول، ولنا ذكريات جميلة مع هذا الشهر. نعم صحيح. يعني على التاريخ القريب البعيد إلى حد ما حرب تشرين عام 73. نعم صحيح. يعني بغض النظر عن الحيثيات التي حصلت في صراعنا مع الكيان الصهيوني فيما بعد، أنها كانت انتصارا للعرب، ودائما ذكر العربية تحفظ حرب تشرين، ودائما نسمع من واكبوا الحرب. والآن نحن عشنا مرحلة الحرب وكنا أطفالا وكنا نتغنى في تشرين، وتشرين أيضا على المراحل الأخرى، أنه هناك ثورة تشرين في العراق. صحيح. ضد النظام الفاسد، وهناك ثورة تشرين في لبنان ضد النظام الفاسد انطلقت في الشهر نفسه عام 2019. فلا أريد أن نمسح الذاكرة من هذا التقويم. فأنا أشكركم على هذه اللفتة. يعني هل كان بقصدية أنكم ذكرتم التقويم الهجري والتقويم العربي فقط؟ لا شك في ذلك. الحدث الذي وقع والحدث الذي نحاول أن نخلده في هذا الكتاب ونؤرخه لابد أن يقترن بهويتنا. نعم. هو نريد لهويتنا أن تكون مقترنة بهذا. حدث للأمة العربية. نعم. حدث للفلسطينيين الذين حققوا هذا الانتصار، فلا بد أن تكون الأصالة هنا متمثلة من خلال التاريخ أيضا. جميل. أنا أحيانا نسمع دائما أكتوبر أكتوبر. طبعا أكتوبر نحن الشرق العربي لا نستخدم. نعم. أكتوبر يعني نعم هذه لنا تقويمنا. صحيح. يبدأ من كانون الثاني ثم شباط ثم آذار إلى يعني حزيران تموز. نعم. يعني إلى أن نصل إلى شهر تشرين الأول ثم تشرين الثاني ثم كانون الأول، هذا التقويم العربي، ويرادف له التقويم الهجري. نعم. هذا التقويم الآخر ليس تقويمنا، حتى لا تمسح الذاكرة. نعم. إذا قبلنا أن نمسح ذاكرتنا من تقويمنا العربي، سنمسح الذاكرة أيضا من أسماء المدن التي غيرها الكيان الصهيوني. صحيح. في فلسطين. دكتور، يعني أنا قرأت الكتاب وطلعت عليه، يعني حقيقة يعني رأيت أن الناقد يعني إلى حد ما لم يكن موفقا في التقديم، فغفل الكثير من القصائد الجيدة، وربما جامل بعض الشعراء وتناول جانبا من قصائدهم في المقدمة، اختصر على قصائد قليلة جدا، فضلا عن أنه التزم بالتقويم الفرنجي، قال اكتوبر ونسي التقويم الهجري والتقويم العربي. أنا هكذا أرى، لا أدري ما رأيك. يعني هو ليس دفاعا عن الدكتور عماد. لا. ضمور، شكرا له على كتابة هذه المقدمة، شكرا له على تفحص هذا. نعم. الديوان. لكن أحيانا عندما يعني يشيع تداول معين. نعم. لتعبير معين. كلمة أكتوبر يعني هي على ألسنة كثير من الناس، لكننا نحن وإمكان الجميع أن يقول تشرين الأول ويقول أكتوبر. نعم. لكننا أكتوبر. نحن كمختصين. نعم. يعني الأصل أن نأخذ بما يناسب هويتنا. نعم. كما ذكرت. لكن بنفس الوقت أنا أيضا يعني لا أستطيع أن أطلب من إنسان يكتب مقدمة. نعم. لديوان أن يأخذ من كل القصائد. لا، هو صعب أن يأخذ من 230 شاعرا. القصائد موجودة، لكن من حق كل الشعراء الذين شاركوا هو يقول لك لماذا لم تأخذ من قصيدة. هو يأخذ نماذج فقط ربما استحسنها، هذه ذائقته. علم دكتور، أنا بدي أن هذا الحوار الشيق الجميل بدي أن تكون مسك الختام، نسمع منك قصيدة. شكرا شكرا لك. هذه القصيدة من ضمن اللي كانت في الديوان أم؟ هذه ليست من الديوان. نعم. هذه كتبت يعني في نفس المناسبة. نعم. ولكن ليست من الديوان. تفضل دكتور. عنوانها بشائر النصر. خانوا العهودة وأطلقوا الكذبة. خانوا العهود وأطلقوا الكذبة. كم زوروا التاريخ والكتب. جميل. عبثوا بكل حقيقة رسخت، والحق قد قلبوه فانقلبا. نشأوا على الإرهاب مذ نشأوا، وإليهم ما زال منتسبا. وافوا إلى أوطاننا زمرا، فتمزقت أوطاننا إرابا. وسعوا لنا بالكيد فانقسمت،
بلداننا من كيدهم شعبا. زعموا بأن القدس موطنهم حتى استفزوا الريح والسحبا، والشمس تعرف وجه زيفهم، والأرض تعلم أنهم غربا. ولقد قبلنا صلحهم كرما حتى رأينا منهم العجبا، جاسوا الديار ونحن نركبهم، وتسللوا نحو الحما عصبا، وتمكنوا منا بلا سبب، يا ليت نعلم عندنا سببا. واستأسدوا لما رأوا أدبا منا، وخانوا ذلك الأدب. يا أيها العرب الذين بهم نرجو الضياء إذا الضياء خبا. يا سادتي القدس تندبكم، أولستم يا سادتي عربا؟ قد كنتم للمجد قلعته، وطلعتم في أفقه شهبا، ما زلتم أهلا لمكرمة، ولقد بعثنا نحوكم عتبا. ما زال فيكم من يلاذ به، ممن يحوز المجد والرتبا. هبوا على أعدائنا لهبا، صبوا على أحزابهم غضبا، قوموا معا من كل ناحية بحرا إلى أعدائكم لجبا، واستنصروا بالله واعتصموا، وتمسكوا بالصبر لو نضبا. سيروا إلى الساحات وامتشقوا، لقتال أعداء الهدى قضبا، حتى نرى الأعداء في كرب، وتحال كل حياتهم كربا، وتصير كل بيوتهم هدفا، وتصير كل جيوشهم حطبا. النصر قد لاحت بشائره، صبرا فإن أوانه اقترب. الله، بإذن الله. بوركت. بارك الله. شكرا لك على هذا الحديث الشيق، الشاعر والأكاديمي وزير الثقافة الأسبق الأردني أستاذ الدكتور صلاح الجرار. شكرا لك. كنا نتمنى لو الوقت أوسع حتى نستزيد. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك، حفظك الله. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.